اسمح من رحيل لو فرنسية ومن على موقع صحيفة لو فيغاو الفرنسية عندنا هذا الخبر. العنوان كما نلاحظ إسرائيل سويت متخ لحال الدين أوتخافاي. إذن إسرائيل تتمنى أن تضع حال الدين أوتخافاي على العمل. حال الدين طبعا كما سنعرف المقصود بهم الأشخاص المتقون. إذن بحالة نتكلم على واحد النخبة من المجتمع اليهودي، هم تعتبروا أنفسهم بأنهم هم المتقون. هاد الأشخاص تعطى مساعدات، هؤلاء الأشخاص تخصص لهم مساعدات بحكم أنهم يمثلون طبعا كما نقول المبادئ اليهودية كما سنرى. يبدو لي والله أعلم أنه من المفيد أن نعرف ما يقال عن هاد المجتمع طبعا، ما تقول عن الصحف وكيف يقدمهم الآخر، سواء من خلال الكتب أو من خلال الصحف الأجنبية، ثم نعرف تفكير الآخرين في هاد الموضوعات. إذن أفيكتور ليبرمان مينيستر دي فينانس veut supprimer des allocations dont dépendent les ultra-orthodoxes. إذن هذا الوزير يريد أن يحذف المساعدات dont dépendent التي لها يتبع. طبعا ذكرنا فيما سبق بأن هذا c'est le verbe dépendre، هذا فعل تابع، ومنها la dépendance يعني التبعية، la dépendance التبعية، وعكسها l'indépendance، وعكسها l'indépendance يعني عدم التبعية. هذيك إن هناك أحرف أخرى تنضاف أمام كلمة أخرى لنحصل على الضد. مثلا في حالة dépendance ممكن نضيف إن لنحصل على عكس هذه الكلمة. إذن dépendance التبعية، l'indépendance عدم التبعية. هذا الوزير يريد أن يحذف هذه المساعدات dont dépend التي لها يتبع les ultra orthodoxes. طبعا نتكلم عن أصحاب هذه الديانة الأرثوذكس المتشددين. إذا نتكلم عن les ultra orthodoxes، إذا كما نلاحظ هنا لحال الدين كي أبليك على لاتخ لي بريسبت. نتكلم عن لحال الدين، إذا نتكلم عن هذه المجموعة التي تسمي نفسها حال الدين كما نقول المتقون، كي أبليك التي تطبق. طبعا نتكلم عن الفيرب أبليكي يعني طبقة. إذا نتكلم عن هاد الأشخاص أنهم يطبقون على لاتخ يعني بالحرف لي بريسبت، يطبقون التعاليم أو المبادئ دي جيدايزم اليهودية. ريبريزونت 10 à 12%، هاد المجموعة في إسرائيل أنها تمثل 10 إلى 12%. إذا ريبريزونت طبعا نتكلم عن الفيرب ريبريزونتي يعني مثل 10 à 12% دو لا بوبيلاسيون اون إسرائيل، طبعا تمثل من 10 حتى 12% من سكان إسرائيل. افيك دور ليبرمان اي ديتيرميني ا كونتخاندر لي جون الترا اورثودوكس جويف ا ترافايي. إذا طبعا نتكلم عن هذا الوزير الذي يسمى افيك دور ليبرمان اللي هو وزير المالية كما قلنا، لو مينيستر دي فينونس، لو مينيستر دي فينونس اي ديتيرميني يقرر ا كونتخاندر أنه يقرر بإجبار. طبعا لو فيرب كونتخاندر يعني أنك تجبر، ومن كلمة لا كونتخانت، ومن كلمة لا كونتخانت كما نتكلم عن إجبار. لا كونتخانت المقصود بها الصعوبات أو الإرهاق، يعني تلقوا فيها واحد الإحراج. أنا عندنا لو فيرب كونتخاندر يعني فعل أجبارة. أون بون لايك بيغي دور أفيك دور ليبرمان إي ديتيرمينا كونتخاندر لي جون ألترا أورثودوكس جويف أ ترافايي في لائكية بيغ. نقول عن شيء بأنه بيغ يعني أنه صافي. إذا هنا تنتكلم على واحد الدولة لائكية، ونعرف بأن الدولة أو النظام اللائكي يعني هي اللي تتفصل بين الدين والدولة. يعني تقول لك الدولة بوحدها، واللي بغى الدين يمشي للكنيسة أو يمشي للمسجد وما يتدخلش في السياسة. طبعا كما تنعرفوا بأن في الإسلام هذا الشيء ما كاينش. إذا نتكلم عن دولة في لائكية جيدة بيغ يعني أنها صافية. كما نقول بأن هذا الوزير يريد من دولة إسرائيل أن تكون لائكية صافية، يعني لا دخل للدين فيها. إدير ثم أنها تكون صلبة، كأن هذا الدين، كأن دين ليزولترا أورثودوكس كما عندنا هنا أنه يجعلها غير صلبة. إذن من أجل هذا
أفيكتور ليبرمان. إذن هذا الشخص إديتيرميني كما نقول أنه يقرر. طبعا لو فيرب ديتيرميني المقصود به أنك تحدد، تشير بدقة إلى شيء أو تتخذ قرارا كما عندنا هنا، أنك تتخذ قرارا. إذن كما عندنا هنا أفيكتور ليبرمان إديتيرميني أنه يقرر. À contraindre les jeunes ultra-orthodoxes. Les jeunes ultra-orthodoxes. إذن هو يقرر كما نقول إجبار الشباب المتدين المتشدد جويف. طبعا كلمة جويف تعني يهودي. إذا نتكلم عن الشباب اليهودي المتشدد والمتدين. À travailler. إذن هو يجبرهم على العمل. Le ministre israélien. إذا نتكلم عن الوزير الإسرائيلي. Des finances. الخاص بالمالية. A décidé, هو قرر de supprimer, إذن هو قرر على حذف les allocations versées, على حذف المساعدات. طبعا لو verbe verser ممكن أن يأتي في عدة معاني، منه مثلا أنك تسكب ماء، verser de l'eau يعني أنك تسكب ماء مثلا، وأيضا يعني verser كما نقول أنك تسكب مالا لشخص، المقصود هنا أنك تدفع رواتب. إذا نتكلم عن المساعدات أنها تدفع دو سيبخيمي لزالوكاسيون فيرسي. إذا هو يقرر حذف المساعدات التي تعطى أو تدفع أو فامي إلى العائلات بوغ لي فخي دو كخيش. طبعا كلمة كخيش كما عندنا هنا أنها تعني دار الحضانة، إتابليسمون بوغ غاردي دي جون زونفون. إذا إتابليسمون بوغ غاردي دي جون زونفون. إذا نتكلم عن مؤسسة pour garder من أجل حفاظ أو مراقبة دي جونز أنفون. إذا نتكلم عن أطفال صغار. إذا هذه الفئة من المجتمع كانت تدفع لها مساعدات pour les frais de crèche. طبعا كلمة فخي، كلمة فخي ممكن أن تعني عدة معاني. من أهم المعاني المتداولة لهذه الكلمة نتكلم عن فخي، إذا نتكلم عن air فخي، إذا نتكلم عن هواء بارد، أو نتكلم عن شيء ما نقول عنه بأنه فخي يعني أنه غض، بأنه طري، بأنه غض. نقول مثلا لولي فخي، لولي فخي. إذا نتكلم عن حليب طازج. ثم عندنا المعنى الآخر أو بلوغيال يعني في الجمع. إذا نتكلم عن لي فخي المقصود به النفقات، ديبونس أوكازيوني باغ أون أوبيراسيون كيلكونك. إذا نتكلم عن نفقات أوكازيوني كما نقول أن تأتي في مناسبة. par une opération بعملية quelconque يعني كيفما كانت. إذا نتكلم عن نفقات ما، إذا نسميها les dépenses. إذا نتكلم هنا عن تعويضات لهاد العائلات لهاد النفقات. نفقات ماذا؟ frais de crèche. إذا نتكلم عن نفقات الحضانة pour chaque enfant لكل طفل de moins de 3 ans الذي عنده أقل من 3 سنوات أفاميل فويي لعشرين ألف من العائلات. إذا نتكلم عن عائلات بقدر عشرين ألف عائلة تعطى لكل عائلة حسب الأطفال التي عندها. إذا كان الأطفال أقل من 3 سنوات تعطى من المساعدات من هذه الفئة المسمات حريدين دون لو بير نيكزيرس أوكان أمبلوا. نتحدث هنا عن هذه العائلات دون لو بير نيكزيرس أوكان أمبلوا التي يكون فيها الأب نيكزيرس أنه لا يمارس. طبعا لو فيرب إكزيرسي ليكزيرسيس يعني التمرين أو كما نقول ممارسة. إذا لو فيرب إكزيرسي يعني فيها الممارسة دون لو بير نيكزيرس أوكان أمبلوا التي فيها الأب نيكزيرس أوكان أمبلوا أنه لا يمارس أي عمل، لا يمارس أي عمل. سيت ميزور دراستيك إذا نتكلم عن الإجراءات السريعة والماراثونية أبروفوكي أنطولي يعني أنها أحدثت صرخة. سيغتان غابة بعض الحاخامات آلا يعني أنهم ذهبوا جيسكا بخوميتر أنهم ذهبوا إلى حد التنبؤ. طبعا لو فان بخوميتر المقصود به أنك تعد بشيء، أنك تبشر بشيء، أنك تتنبأ بشيء، أنك تتنبأ بشيء. سيغتان غابة بعض الحاخامات آلون جوسكا بخوميتر أنهم ذهبوا إلى حد التنبؤ. تنبؤ بماذا؟ لانفير أ تو سو كي أوزغي لا سوتونيغ.
إذن هو تنبأ بجهنم أتوس لكل أولئك كي أضعي الذين كما نقول تجرأوا لسوتنيغ على دعمي على دعم هذا القرار الذين دعموا هذا القرار. إذن حتى لا نطيل كما نلاحظ بأن الكلام لازال مستمرا نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.